في مثل هذا اليوم من عام 2010 لعب منتخبنا ضد المنتخب السعودي في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم، المباراة المجنونة والحاسمة لبطاقة التأهل. الفوز والتعادل الإيجابي يأهل منتخبنا. في الدقيقة 13 من الشوط الأول ناصر الشمراني يباغت دفاعات منتخبنا ويسجل اول الاهداف للسعوديه. الى تيسير بيلعب الكره الى ناصر الشمراني، ناصر يتقدم، ناصر يحاول، ناصر بيلعب الكره في مكان الى ياسر، ياسر في الجهه اليسرى بيلعب الكره الى نور. الله 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 الله، جاكم اللي ما يصوم في رمضان وغيره، جاكم اللي ما يصوم في رمضان وغيره. ولكن قبل نهايه الشوط بدقائق منتخبنا يسجل هدف التعادل بقدم اللاعب جيسي جون، وكان هذا الهدف كافي للتأهل. أساسيا بالرغم من أنه جاهز هكذا يقول على أحبيل، هنا التمريرة في مكان، هنا عبد الله عمر، هنا العرضية، هنا البحرين، هنا البحرين، جيسي جون يقول جاك العون، جاك العون، المنتخب البحريني يعدل يعدل. لا والله لا والله لا والله، جيسي جون يقول جاكم العون يا البحرين. طلق الشوط الثاني واستمر التعادل الإيجابي حتى نهاية الوقت الأصلي، واحتسب حكم المباراة 3 دقائق كوقت بدل ضائع. وبعد دقيقة السعودية تسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب حمد المنتشري، وانقلبت المعادلة لصالح الأخضر السعودي. أمان ما لها أمان، في لحظة ممكن تتغير الأمور، وياسر يحاول تغيير الأمور، بيلعب للكرة. الله ما لها أمان، ما لها أمان. الأحمر لم يستسلم وتوالت الفرص، وجاءت تلك الركنية المنفذة من سلمان عيسى بشكل سريع، حيث كان رأس إسماعيل عبد اللطيف بالمرصاد ليسجل الهدف القاتل على المنتخب السعودي ويتأهل أحمرنا لمواجهة نيوزيلندا. يا لها من أوقات، الأخضر السعودي وسلمان عيسى والكرة الرأسية. عفوا يا بحرين، عفوا يا بحرين، عفوا يا بحرين.